عاملين حوارنا مع الفنان القدير تركي اليوسف، واكيد يعني في هذه الفقره انا من الناس اللي احب دائما يعني اخذ راحتي في السواليف مع ضيوفي. واستاذ تركي اليوم يعني احنا راح ننتهز هذه الفرصه، وانا ودي اعرف عنك انت شخصيا بعيدا عن التلفزيون بعيدا عن الكاميرات، وش الاشياء اللي انت تحبها بالعاده، هواياتك، يعني الوقت اللي يكون بيدك وش تحب تسوي فيه بالعادة؟ الله، زمان كان في هذه الاشياء الحلوه، في وقت في يدك وكذا، اي ما عاد في يعني يا دوبك كثره. كانت قراءات الحقيقه، انا كنت ادعي اني انا يعني احب القراءه وما زلت، لكن كثره النصوص الان اللي تقراها اخذت من وقت القراءه اللي انت تحبها. نعم. احب اقرا في الفنون، احب اقرا في التاريخ اكثر شيء يعني يستهويني، والأدبيات الشعر العربي هذا يعني أنا عاشق. وأنت شاعر؟ يعني أنا أمام هؤلاء يعني ما سمي نفسي عيب، يعني واحد يسمي نفسه شاعر اللي قاري أبو الطيب وأبو العلاء وش اسمه وعنترة وهالعمالقة في الشعر، يعني أقرض الشعر أحيانا، وحاجات كثيرة من الهوايات. يعني أنا حتى بعضهم مثلا كان يسألني إحنا مستغربين أنك كتبت شعر أو هذا، لا أنا أكتب شعر وأكتب مسلسلات وأعمل كل شيء في ال، بس ما تنشر كتابات؟ لا، لأنه غير تحتفظ فيها لنفسك. ليش؟ لا للمحبين يعني، مش هالأنانية أستاذ. لا والله هواية، حرام عليك. أنا لا أرى أنه أمام التمثيل يقف آخر. لعلمك أيضا أنا كتبت أعمال ولم أكتب اسمي عليها درامية. ليش؟ سبب؟ اتخذت أنه أنا فعليا لو كتبت كل اللي أنا ساهمت فيه في العمل الدرامي بكتب اسمي 8 مرات. فين المشكلة؟ مش مشكلة يعني، إيش ذنب الناس؟ دخلوا إيش ذنب الناس؟ خلص عادي، هذا حقك. حلو، الحق عندي أنا. وين وصل؟ من لما أكتب يعلو التتر تركي اليوسف فيه. طيب يعني ايش تبي اكثر يعني؟ وانت تتحدث عن العمل برمته وتتكلم عن الفريق كاملا وتدافع عن العمل وتهاجم بسبب العمل نفسه، فانت صاحب المشروع صح فنيا. فارى ان هذا يعني يكفي، وقد اكون مخطئ او مصيب، ولكني طول حياتي كذا. يعني تشوف الناس اللي ممكن تسوي هذه الحركه اللي يكون منتج ومخرج وممثل وكاتب ومؤلف زي ما تفضلت قبل شوي كتب اسمه 8 مرات، يعني هذه حركه ترى احنا مش قادرين نشوفها. انت وش رايك فيه؟ ارى انه يفعلها عادي، بس لا لا يعني ما الداعي انه يكتبها كلها. يعني ما تشوفها نوع من انواع النرجسيه؟ لا، قد ما تلقى. انا احيانا اجد انه اللي نراها عكس. انتم الحين مثلا يقول لك والله في فنان انتج، ليه يعني هي مو نرجسيه؟ هو قد لم يرى هذا المنتج الفني، لا ليس له في السوق من 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 تاجر يتبناه، ان صح التعبير اللي غير جيد. فهو عنده عمل